السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، في جلسة جديدة من جلسات البث المباشر تابعة لوزارة التربية والتعليم لشرح مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول. ميعادنا النهاردة إن شاء الله مع آخر درسين في المحور التاني. آخر درسين، الدرس السابع خطة شخصية للأمان الرقمي، الدرس الثامن تطبيق ما تعلمته. في الدرس السابع اللي هي خطة شخصية للأمان الرقمي، في الدرس ده هناخد مجموعة من النقاط اللي بتقدر من خلالها تشوف ايه هي ممكن الخطة اللي انت ممكن تحطها علشان تحمي نفسك أثناء استخدامك الإنترنت. كلمة خطة شخصية للأمان الرقمي، الأمان الرقمي، كلمة الرقمي عامة بيبقى مقصود بيها شبكة الإنترنت. الخطة الشخصية للأمان، إزاي تحمي نفسك أثناء استخدام الإنترنت. تمام، طبعا إحنا في الدروس اللي فاتت كلها أثناء المحور الثاني كنا بنتكلم على الإنترنت وإيه المخاطر اللي ممكن تحصل لك أثناء استخدامك الإنترنت، وإزاي من الممكن إن أنت تتجنب هذه المخاطر. في درسنا النهاردة، بما ان كنا احنا خدنا قبل كده ان في مشاكل ممكن تقابلك، فهناخد النهارده في خطتك بقى لإزاي تحمي نفسك أثناء استخدامك للإنترنت. من الحاجات المهمة قوي إن أنت إزاي تستخدم كلمات المرور اللي هي الباسورد، تمام، وإيه هي التعليمات اللي لازم عشان الباسورد بتاعتك محدش يخمنها أو يخترقها، التعليمات اللي يجب تتبعها عند إنشاء كلمة المرور. تمام، من المشاكل اللي كانت بتقابلنا كمان أثناء الإنترنت الفيروسات، فهنشوف ايه هي خطتك للحماية من الفيروسات. يبقى هنشوف ايه هي خطتك ازاي علشان تعمل باسورد قوية محدش يقدر يخترقك، خطتك لازاي تتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل لك اثناء استخدامك للانترنت للفيروسات، تبعد عن الفيروسات. تمام، وهناخد اخر حاجة هنشوف ازاي التعليمات اللي لازم تمشي عليها علشان تقدر تستخدم الانترنت بأمان. طيب تعالوا نشوف دلوقتي، احنا خدنا قبل كده كلمات المرور اللي هي الباسورد. ان قال لك من المهم قوي ان انت تنشئ كلمة مرور قوية، لان كل ما كانت كلمة المرور بتاعتك سهلة حد ممكن يتوقعها، تمام، يعمل لها تخمين يخمنها، تمام، وبالتالي بتبقى انت عرضة او بتبقى انت صيد سهل للمخترقين اللي هم مين؟ الهاكرز اللي هم قراصنة الكمبيوتر. فبيقدر يستغل الثغرة دي عندك، ان كلمة المرور بتاعتك عارف يخمنها، فعارف ياخد من خلالها يدخل على الاكاونت بتاعك، وبالتالي هيقدر يدخل على جهازك وعلى حسابك الشخصي ويقدر يطلع على بياناتك الشخصية. تمام، فمن المهم ان احنا قلنا من الحاجة المهمة جدا اللي لازم تعملها اثناء استخدامك للانترنت ان انت تنشئ كلمة مرور قوية صعب ان حد يخمنها. تمام، طيب تعالوا نشوف بقى ايه التعليمات اللي لازم تتبعها عند انشاء كلمة مرور عشان كلمة المرور بتاعتك. اللي هي ايه كلمة المرور؟ اللي هي كلمة الحماية لاستخدامك الحاجة دي خاصة بيك، زي مثلا حسابك على الفيسبوك، حسابك للإيميل، حسابك على برنامج داخل على موقع داخل مثلا مقدم فيه على حاجة. فدايما بيطلب منك باسورد عشان تبقى أنت الشخص الوحيد المتحكم في الحاجة دي. تمام، طيب أنا عشان أنشئ باسورد عشان أبقى أنا الوحيد المتحكم في الحاجة دي، لابد إن أنت في بعض التعليمات اللي تتبعها عشان كلمة المرور بتاعتك تبقى قوية ومحدش يقدر يخترق حسابك باستخدام كلمة مرورك وبالتالي يطلع على معلوماتك. تمام، أول حاجة لا تستخدم كلمة مرور واحدة للدخول على جميع حساباتك. يعني إيه؟ ليه بقى؟ لأن لو شخص قدر يعرف كلمة المرور بتاعتك على حساب هيقدر يدخل على باقي الحسابات، حسابات كتيرة زي مثلا انت عامل ايميل فليك كلمة مرور للايميل عشان بتاعك فانت اللي هتدخله. تمام، طيب عامل كلمة مرور على الفيسبوك، الفيسبوك لما جيت دخلته، تمام، طلب مني ان انا اعمل اكونت حساب عنده وطلب مني كلمة مرور عشان يبقى الفيس ده بتاعي وده حسابي، تمام، ومحدش يدخل عليه غيري، طبعا يشير عليه حاجات وهكذا. تمام، طيب يبقى انا كده ليا حساب مثلا على الفيسبوك، ليا حساب على الايميل بتاعي، ممكن ابقى داخله على موقع،
تمام مقدمة فيه على حاجة، وبيطلب مني إن أنا أنشئ حساب، وبيطلب مني كلمة مرور. داخلة على موقع مثلا ألعب فيه جيمز، ممكن الجيم اللي أنا بدخل ألعبها بيطلب مني أعمل أكاونت ويبقى ليا باسورد. فأنت ليك دلوقتي أكتر من باسورد في أكتر من مكان على الإنترنت. يفضل، بيقول لك يفضل ألا تستخدم كلمة مرور واحدة لكل الحسابات دي. ليه؟ لأن لو حد قدر يعرف كلمة مرور واحدة منهم هيقدر وبالتالي يتمكن في إنه يدخل باقي الحسابات. يعني أنا مثلا عاملة إيميل فليه باسورد، وعاملة فيسبوك وليه باسورد، أقوم أنا عاملة نفس الباسورد بتاعة الإيميل هي نفس الباسورد بتاعة الإيه؟ بتاعة الفيسبوك، وبالتالي لو حد اخترق الإيميل بتاعي وعرف الباسورد هيقدر بالسهل إن هو يدخل على مين؟ على حسابي على الفيسبوك. عشان كده لازم لما تبقى عندك حسابات كتير اونلاين يعني على الانترنت، يفضل كل حاجة منهم داخلها يبقى ليها ايه؟ ليها كلمة مرور خاصة بيها. تمام؟ من الضروري الا تتضمن كلمة المرور اسمك او اي معلومات شخصية عنك، لان طبعا في ناس طبعا بتقوم عشان ما تنساش كلمة المرور تقوم كاتبة اسمها اثناء ما هي بتكتب كلمة المرور. طيب، او اي معلومات شخصيه، ممكن مثلا تاريخ ميلادك، فاصبح انت استخدمت معلومه شخصيه تمام في كلمه المرور بتاعتك، فمن السهل ان حد يخمن كلمه المرور وبالتالي يقدر يدخل عليها. تمام كده؟ زي مثلا كلمه المرور اللي قدامكم دي، واحد عامل كلمه مرور كاتب فيها احمد 1988، يعني حاطط فيها اسمه وحاطط فيها كمان ايه سنه الميلاد بتاعه. يبقى دي طبعا باسورد مش قوية، لأن من الممكن إن حد ممكن إيه يخمنها، لو حد مثلا صاحبك أو لو حد مثلا برضو عايز يهاك على الحساب بتاعك، ممكن يقعد يخمن الباسورد بتاعت حسابك بأنه يقعد يحط مثلا اسمك وتاريخ ميلادك، فممكن تيجي معاه. فيفضل إن إيه إن كلمة المرور لا تتضمن أي بيانات شخصية ليك. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده. يجب أن تكون كلمة المرور من 8 حروف، لأنها كل ما كانت من 8 حروف بقت إيه كل ما طولت فيها، وطبعا بيفضل، لأن كل ما كانت طويلة بيصعب تخمينها، بيصعب الشخص اللي مثلا هو عايز يعمل هاك عليك أو يعني يستولي على حسابك عن طريق الباسورد، فبيقعد يخمن. فكل ما كانت الباسورد كبيرة حتى لو قاعد يخمن، طب هو مثلا كاتب ايه اتش اي ام دي، كاتب ام اي اتش دي، فهيبقى عملية التخمين صعبة. تمام؟ يبقى وانت بتنشئ كلمة مرور لابد ان انت تتبع هذه التعليمات. تمام كده؟ ان هي لو انت عامل اكتر من حساب يبقى كل حساب ليه باسورد، لو انت ما يجب ان كلمة المرور بتاعتك ما تبقاش داخل فيها اي بيانات ليك، وكلمة المرور يجب ان هي تكون 8 ايه 8 حروف، قلنا عشان تبقى صعبة التخمين. ايه تاني؟ يقول لك ولجعل كلمة المرور قوية، ودي احنا خدناها في درس قبل كده، ان كلمة المرور بتاعتك تبقى ايه ارقام وحروف وايه ورموز، ارقام وحروف ورموز. تمام؟ يعني تحط فيها مثلا مجموعة من الارقام، مجموعة من الحروف، رمز او رمزين. تمام؟ دي بتبقى صعبة التخمين اكتر واكتر، بتبقى كلمة مرور قوية، وهوريك دلوقتي كلمة مرور. طيب، في حد مثلا من الطلبة جه قال لي طب أنا دلوقتي لو عملت أكتر من كلمة مرور لكل حساباتي أنا ممكن أنساها، طب في الحالة دي أعمل إيه؟ قال لك قم بإعداد قائمة بها الكلمات واحتفظ بها في مكان آمن. يعني مثلا هكتب مثلا إيه كلمة المرور الخاصة بالفيسبوك وأقوم كاتباها، كلمة المرور الخاصة بالإيميل وأقوم كاتباها، كاتباهم في ورقة كده واحتفظ بالورقة دي في مكان آمن، أدي مثلا لحد كبير، لماما أو حد كبير يعينها لي، كل مثلا ما أنا أنساها أو مثلا رحت دخلت وخرجت مرة تانية فبحتاج كلمة المرور، فهاخد هستعين بمين بقى؟ بالورقه اللي انا او الليسته اللي انا كاتب فيها كلمات المرور. يبقى عشان ما انساهاش لابد ان انا ايدها وعينها في مكان امن. تمام؟ تعالوا نشوف الفرق بين كلمتين المرور دول، وانهي منهم الكويسه وانهي منهم بتعتبر ضعيفه، ليك يعني ضعيفه. تمام؟ طيب تعالى كده، دي مثلا بتتكون ادي ايه رقم، وادي حرفين، والحرفين لتر، يعني كمان الحروف اللي انت هتحطها اتمصت بيه او لازم تكون ايه لتر كابيتال وسمول، يعني حروف كبيره وحروف صغيره. يعني مثلا هو حاطط هنا حرفين، الحرفين كابيتال، جه حط تاني حرفين والحرفين سمول، جه حاطط ارقام تمام، وجه حاطط كمان رموز خاصه
تمام. فصعب كلمة المرور دي لو حد قاعد يخمن فيها لمدة فترة طويلة مش هيقدر، لأنها بتحتوي على حروف وأرقام والإيه ورموز، والحروف كمان كابيتال وسمول. طيب تعالوا نشوف مثلا التانية دي. أولا ما بتتبعش التعليمات اللي احنا قلناها كلها، عبارة عن 4 أرقام سهل إن أي حد ممكن يقوم بتخمينهم، تمام، ومش 8 زي ما احنا قلنا، ومش حاطط فيها حروف وأرقام ورموز، فدي تعتبر ضعيفة ودي تعتبر كلمة مرور إيه قوي، تمام. يبقى المشكلة الأولانية اللي ممكن تقابلك على الإنترنت اللي هي مشكلة كلمة المرور، وإحنا عرفنا كخطة ليك إيه هي الخطة اللي أنت ممكن تحطها علشان تحمي نفسك أثناء استخدامك أو أثناء إنشائك لكلمة مرور لأي حساب من حساباتك على الإنترنت، تمام كده. طيب تعالوا ناخد ايه حاجة كمان من المشكلات اللي بتقابلنا كتير قوي أثناء استخدامنا للإنترنت. طيب تعال نشوف ايه هي المشكلة دي وازاي انت ممكن تتجنبها عشان تحمي نفسك أثناء استخدامك للإنترنت. المشكلة الأخرى هي الفيروسات. طب ايه الفيروس ده؟ الفيروس ده مش فيروس زي ما احنا واحنا شرحناه قبل كده زي اللي بيصيبك مثلا فيروس برد، هو عبارة عن برنامج، تمام، بس البرنامج ده بيبقى الغرض منه انه ايه بيضرك او بيأذيك، مش بيضرك انت او يأذيك، بيضر الجهاز بتاعك سواء بقى كان موبايل او لابتوب، تمام. يبقى هو برنامج بيصيب الجهاز بتاعك سواء بقى موبايل او لاب او تاب بك، ويؤدي لمشاكل خطيرة، ان الفيروس ممكن للأسف ممكن يبوظ قطعة الجهاز بتاعك، ممكن كهاردوير، وممكن يبوظ لك برنامج، ممكن يمسح لك ملف. تعالوا نشوف، تمام، من المشاكل ايه بقى، ايه المشاكل؟ احنا عرفنا هو برنامج، البرنامج ده ممكن يتنقل من عند حي اي حد عندك، بس للاسف ان هو بيؤدي لمشاكل خطيره عندك. طب ايه المشاكل بقى اللي ممكن يؤديها؟ ارسال رسائل الكترونيه دون علمك الى عناوين الاشخاص الموجودين على حسابك. انا مثلا عندي مجموعه من اصحابي، تمام، على الفيسبوك، تمام، اصحابك دول كلهم ممكن لو انت جاي عندك فيروس ممكن يبعت لهم رسائل، او انت مثلا يكون عندك بريد الكتروني والبريد الالكتروني بتاعك ده ليك عناوين اصحابك عندك انت بعت لهم قبل كده والعناوين بتاعتهم محتفظ بيها عندك. بيقوم الفيروس، برنامج الفيروس نفسه من مكوناته جوه ان هو يبعت مسج، وكمان المحتوى بتاعها بيبقى مكتوب، والمسج دي ممكن تكون حاجة مش كويسة، تمام. فانت تلاقي حد من اصحابك بعت لك ويقول لك ايه ده انت بعت لي مسج فيها محتوى مش كويس، ومش تبقى انت اللي بعته، لا ده مين، ده الفيروس. فانت خلي بالك ان هو ممكن يبعت رسالة دون علمك من غير ما انت تعرف، تلاقي الناس بيقولوا لك ايه اللي انت بعته، تمام. من المشاكل التانية اللي ممكن يسببها الفيروس حس بعض الملفات من على الجهاز. بص كده، انت ممكن تلاقي الجهاز بتاعك كنت حاطط عليه فايل مهم وما تلاقيهوش موجود وتدور عليه ما تلاقيهوش. من اعمال الفيروسات، من الحاجات اللي ممكن يعملها الفيروس، انه يمسح اي ملف من على ايه، من على الجهاز بتاعك، تمام كده. طيب تعالوا بقى عشان انا احمي نفسي، بقى احمي نفسي انا من خطر الفيروس زي ما احنا شفنا ازاي نحمي نفسنا وان احنا نعمل باسورد كويس، تمام. تعالوا نشوف، قال لك اول حاجه اختار برنامج مكافحه فيروسات، يعني لازم يكون عندك برنامج مكافحه فيروسات، تمام. ايه هي برامج مكافحه الفيروسات دي؟ برامج لو انت الجهاز بتاعك عنده فيروس من الممكن ان الجهاز ده يكتشف، ان البرنامج ده يكتشفه ونشوف هيعمل فيه ايه. يبقى البرنامج ده بيساعدك ان هو بيقدر يتعرف على الفيروس، وكمان من الممكن انه يشيله. يبقى برامج مكافحة الفيروسات هي برامج بتساعدك في التخلص من الفيروس، تمام؟ طيب لابد ان انت تستخدم برنامج، طبعا في برامج كتير جدا، افيرا ومكافي ونورتون وبيت ديفندر، تمام، انتج وكاسبر، في برامج كتير قوي. انت عليك ان انت تسأل بقى حد طبعا كبير زي مثلا التيتشر بتاعتك او البيرنتس ماما وبابا، بحيث ان هو يقول لك ايه الانتي فيروس، برنامج هو ابلكيشن طبعا بتنزله، تمام، بحيث ان هو ايه بقى بيحمل الجهاز بتاعك. فانت بتسأل على اسم برنامج سهل ان انت تستخدمه، تمام، يكون استخدامه سهل بالنسبة ليك. طب هو فايدته ايه بقى البرنامج الانتي فيروس؟ تعالوا نشوف فايدته ايه. بيرصد الفيروسات قبل ان تصيب جهازك ويقوم بحذفها. يعني انت مثلا الموبايل بتاعك عليه برنامج انتي فيروس، جيت دخلت على الانترنت
وانت بتعمل داونلود مثلا لاغنيه او فيديو ممكن تكون فيها فيروس وانت مش عارف. لو انت عندك برنامج مكافحه الفيروسات هيقدر يتعرف على الفيروس وايه كمان وممكن يشيله، لان هو بتبقى من شغله، شغل البرنامج ده تمام، ان هو يكتشفه ويحذفه تمام، او انه يصلح الملفات المتضرره في بعض الاحيان في بعض البرامج. يعني انت برضو لازم تشوف ايه البرنامج اللي بيساعدك ان هو لو في ملف عندك، ان هو طبعا ايه برنامج الفيروس، الفيروس نفسه بيعمل ايه، بيبوظ لك الملفات بتاعتك او بيمسحها تمام. خلاص مسح ملف، مسح ملف خلاص مش ممكن معرفش ارجع. لكن في بعض البرامج، بعض برامج الفيروسات بتبقى مش الهدف بس ان هي ترصد الفيروس قبل ما يصيب جهازك، لا ده من الممكن كمان ان لو جهازك اتصاب باحد الفيروسات بتقوم باصلاح هذه الملفات وبتبدا تتعامل معاها زي اي برنامج عادي مش هيضرك تمام كده. يبقى احنا خدنا حاجتين هما دلوقتي اللي هو كلمة المرور لازم تكون قوية، وشوفنا ازاي تختار كلمات مرور كويسة عشان تحمي نفسك اثناء استخدامك للانترنت، وبرضو برنامج الفيروسات، وازاي عرفنا برضو ان انت تستخدم برنامج مكافحة فيروسات على سهل الاستخدام علشان طبعا زي ما احنا قلنا كده بيقدر يحمي جهازك او كمان يساعدك في تصليح بعض الملفات المتضررة تمام. طيب آخر حاجة بقى في الدرس ده بيقول لك تعليمات يجب أن تتبعها عند استخدام الإنترنت. عشان تستخدم الإنترنت عامة لابد إن أنت تستخدم بقى بعض التعليمات. يعني إحنا زي عملنا ملخص للدرس في الحاجات اللي إحنا هنقولها دي، اختيار كلمات مرور قوية لسه قايلينها مختلفة لحسابك، يعني مثلا عندك الفيسبوك عندك الإيميل تمام، لازم يبقى كل واحدة منهم باسورد. طب الأجهزة الرقمية كمان، يعني أنت لو عندك موبايل أو عندك لابتوب أو عندك تابلت مثلا وعندك كمبيوتر لابد إن أنت مثلا تعمل باسورد، لابد إن أنت تعمل باسورد لكل جهاز منهم بإيه، باسورد مختلف، مش لازم الباسورد تبقى ليهم هم كلهم، عشان دي برضو هتساعدك في حماية حتى لو حاجة اخترقت بتبقى الباقيين في أمان تمام. استخدم برنامج مكافحة فيروسات على جميع الأجهزة زي ما احنا قلنا، لازم عشان تحمي نفسك برضو. دي بقى الخطة اللي انت هتعملها، ما احنا خدنا الحاجات دي ونشوف بقى الخطة ان انت تستخدم كلمة مرور كذا، ان انت يبقى عندك برامج مكافحة فيروسات على كل الأجهزة. كل الأجهزة مثلا اللي عندك لابد ان يبقى عليها برامج مكافحة فيروسات لان احنا شفنا أهميته تمام. اختيار كلمة مرور قوية وغير متوقعة، كلمة مرور احنا قلنا هنا هننشئ كلمة مرور مختلفة تمام، الى جانب ان هي لازم تكون قوية. كل ما كانت قوية هتبقى غير متوقعة، غير متوقعة يعني محدش يقدر يخمنها ويقدر ايه يدخل على حسابه تمام. طيب تعالوا نشوف الأسئلة على الدرس. السؤال الأول ده علامة صح أو علامة خطأ؟ طيب تعالوا نشوف أول سؤال، من المهم إنشاء كلمة مرور قوية لأنها إذا كانت سهلة فيمكن توقعها من قبل الآخرين. طبعا كل ما كانت كلمة المرور سهلة طبعا ممكن أي حد ايه يعمل لها تخمين او يعمل لها جيس يعني تخمين، وبالتالي يقدر يدخل على حسابه. يبقى كل ما كانت قوية كانت احسن، يبقى طبعا ده ايه رايت. اجعلي كلمة المرور قوية، عشان تخلي كلمة المرور بتاعتك قوية يجب ان تتضمن حروف وارقام فقط، يعني تحط فيها حروف وارقام. طبعا احنا قلنا لسه من شوية ان كلمة المرور القوية لازم تكون فيها ايه letters وnumbers وsymbols، يعني حروف وارقام وايه ورموز، وكمان الحروف تبقى ايه كابيتال وسمول، يبقى ده طبعا غلط. الفيروسات لسه قايلينها هي برامج تقوم باصلاح الملفات المتضرره. احنا قلنا الفيروسات ليها اعمال كتير، ان هي بت ايه ممكن تكتشف الفيروس وتشيله او تصلح لي بعض الملفات اللي الفيروس صابها، يعني لان الفيروس لما بيصيب بعض الملفات الملف انت ما بتعرفش تقراه، ما بيرضاش يتفتح تمام، لان هو افسده او خلاه بشكل مش عارف تقراه او مش عارف تفتحه تمام، عمل له زي لوك. فانت الفيروس برامج مكافحه الفيروسات هي اللي بتشيل الايه الفيروسات. بس هنا في السؤال بيقول لك ايه، الفيروسات هي برامج تقوم باصلاح الملفات المتضرره ولا ايه؟ طبعا ده غلط، لان ايه الفيروسات مش هي اللي بتصلح الملفات المتضررة، برامج مكافحة الفيروسات. يبقى احنا نقرأ السؤال صح، لأن ممكن
في كلمة في السؤال هي اللي تبقى تخلي السؤال غلط أو صح. يعني أنا قريت السؤال الأول بطريقة تمام، وبعدين جيت لما ركزت لقيته ده بيقول الفيروسات مش برامج مكافحة الفيروسات، يبقى السؤال غلط. لتتذكر كلمة مرورك يمكنك استعمال اسمك أو أي معلومة شخصية، يعني مثلا زي ما أنا قلت لكم إن الطلبة ساعات بيقولوا لي يا ميس ما إحنا بننساها، فعشان كده أنا دايما بحب أكتب اسمي. طبعا لو كتبت اسمك يبقى سهل التخمين، وبالتالي أي حد ممكن يعمل إيه يخترق. فبالتالي لازم إن إيه، إحنا قلنا كلمة المرور علشان تكون قوية ما تحطش فيها اسمك أو أي معلوماتك الشخصية، يبقى السؤال إيه غلط. لضمان حماية جهازك من الفيروسات عليك وضع برامج مكافحة الفيروسات، تمام، يبقى السؤال صح. عشان تحمي نفسك من الفيروسات بحط مكافحة الفيروسات. اختيار كلمات مرور مختلفة لحسابك لحساباتك على المواقع تجعلك آمنا، زي ما أنا قلت عندك مثلا حساب على الفيسبوك، عندك إيميل، كل ما تحط كلمة مرور مختلفة لكل حساب منهم بتخليك آمن، تمام. قيام زميلك بمشاركة المرور الخاصة به معك تصرف سليم، يعني انت هتروح تقول لزميلك ان كلمة المرور بتاعتي كذا عشان هو كمان يستخدمها، ده صح؟ طبعا قلنا ايه، طبعا كلمة المرور دي حاجة خاصة بيك انت، دي هويتك، فلازم محدش يطلع عليها تبقى الإجابة غلط. الهدف من القرصنة، القرصنة اللي هو ايه، انه بيخترق بياناتك ومعلوماتك تمام، اللي هم الهاكرز او المخترقين، هو السرقة وطلب المال. طبعا هو بيسرقك وبيسرق معلوماتك عشان يبدأ يعمل لك عملية ابتزاز، ابتزاز يعني يطلب منك فلوس تمام، يبقى ده الهدف من القرصنة، يبقى السؤال صح. السؤال التاني، اختيار كلمة مرور سهلة قد يعرضك، لو انت خدت كلمة المرور بتاعتك خليتها سهلة، ده يعرضك للاختراق ولا القرصنة ولا كلاهما صحيح ولا البريد المزعج، ها ممكن تبقى ايه وايه، تمام، اللي هما ايه كلاهما اللي هما الالف وب، اللي هي ممكن يعرضك للاختراق او القرصنة، تمام. لتكوين كلمة مرور قوية يجب الا تكون اقل من 8 حروف. كلمة المرور علشان تبقى قوية لابد ان انت ايه، لابد ان احنا قلناها تبقى ايه، تبقى اقل من، بيكون يجب الا تكون اقل من ايه، 3 او 8 او 9 او 2، ها لازم تكون قلنا اقل من ايه، الا تكون اقل من 8 حروف، تمام. طيب هل كلمات، بص مدي كده مجموعة كلمات مرور وبيقول لك هي آمنة أو غير آمنة، طيب وإذا كانت غير آمنة اقترح، تعال مثلا كلمة المرور دي عبد العزيز وبعدين كاتب إيه 4 4 5 6، كلمة المرور دي آمنة ولا غير آمنة؟ ها مين يقول؟ طيب إحنا لسه قايلين من شوية إن كلمة المرور عشان تبقى آمنة لابد إنها لا تحتوي إيه؟ بيرسونال داتا بتاعتك، بياناتك الشخصيه، فهو كاتب اسمه عبد العزيز، يبقى دي غير ايه، غير امنه، ويفضل الا تحتوي على اسم الشخص. طيب كلمه المرور دي امنه ولا غير امنه؟ طبعا ايه، امنه، يعني محدش يقدر يخترقها، ليه؟ لانها فيها ارقام وحروف ورموز وحروف كابيتال وحروف سمول تتبع كل التعليمات. طيب كلمه المرور دي ايه، غير امنه ليه؟ عشان ايه، فيها حروف حروف وارقام ما فيهاش رموز، وبتبقى اقل كمان من 8 ايه، من 8 حروف. معلش في سؤال تاني اللي هي الباسورد، كلمه مرور اسمها باسورد واستريك واي، دي غير قويه، ويفضل ان تكون كلمه السر، السر ايه، حروف منفصله، يعني مش كلمه كامله، زي مثلا دي عبد العزيز دي كلمه ايه، لا دي برضو الباس، كلمه باسورد، لان ممكن لو حد خمنها يقدر ايه يخمنها، فلازم تكون حروف منفصله، زي مثلا ايه، حروف دي مش ما تكونلكش حاجه مفيده، يبقى كلمه المرور لازم تكون ايه، حروف منفصله، كمان يكون فيها ارقام، لان هي بتحتوي هنا كلها حروف ورموز، لا يفضل ان هي تكون حروف ورموز وارقام، وكمان تكون حروف منفصله، يعني مش متصله تكون لنا كلمه ذاتها مفهوم، تمام كده. طيب تعالوا نشوف الدرس الثامن، الدرس الثامن هنتكلم على او عنوان اسمه تطبيق ما تعلمته. طيب هو الدرس اللي المحور ده عامه كان كنا بنتكلم على الانترنت، وانت طبعا بتستخدم الانترنت اثناء عمليه البحث، كمان اداك في المحور كله انت ازاي تحمي نفسك اثناء استخدامك الانترنت، وهي التعليمات اللي ممكن تستخدمها وهكذا. طيب هو بقى في الدرس ده بيعلمك ايه، في الدرس ده بيعلمك او هيديك انت بعد ما عملت بحث على الانترنت
ايه هي اهم الوسائل المستخدمه لعرض محتوى البحث بتاعك؟ يعني انا خلاص استخدمت، انا بس اتعلمت ازاي كيفيه البحث وخدناها في درس من الدروس، واتعلمت ازاي ابحث بطريقه امنه، واتعلمت ازاي ابحث بطريقه ذكيه، تمام؟ ده اخر درس في المحور، هو عايز ان انت في الدرس ده تطبق اللي اتعلمته، تطبق اللي اتعلمته سواء اثناء عمليه البحث على شبكة الإنترنت، وبعد عملية البحث كمان إيه اللي المفروض تعمله. أنت مثلا دورت وعملت بحث، فأنت عايز تعرضه للناس، تمام؟ لأن هو أنت بتستخدم النت، استخدمته أثناء عملية البحث. طب أنا عايز البحث بتاعي ده أعرضه، إيه هي الوسائل المستخدمة عشان تعرض محتوى البحث بتاعك، تمام؟ فإحنا هناخد في الدرس مجموعة من الطرق اللي بتساعدك على البحث بتاعك، تمام؟ بيقول لك ايه، احنا هناخد في الدرس وسائل متعددة لعرض لعرض ما تم ايه اكتشافه. كل الباحثين والمستكشفين بيبقوا عايزين يدوا تقرير باللي اكتشفوه، عشان يدي تقرير باللي تم اكتشافه بيستخدم مجموعة من الوسائل اللي بتساعده في العرض، تمام؟ زيك انت برضو عملت بحث وعايز اعرضه، عايز اعرضه للميس، عايز اعرضه لاصحابي، عايز اعرضه للناس، تمام؟ فعندك مجموعة من الوسائل اللي انت المفروض استخدمتها، تمام، عشان تعرض بيها المحتوى بتاعك اثناء عملية البحث. طيب يبقى احنا الجزء الاولاني البحث، ازاي استخدمنا او ازاي اعمل عملية بحث دي استخدمناه. طب انت جبت محتوى بحث تعرضه ازاي؟ تعالوا نشوف اول طريقة، برنامج العروض التقديمية اللي هو الباوربوينت، ده زي اللي انا عرضه لك بيه الدروس. كل درس بعرضه لك في كل حصة بستخدم برنامج الباوربوينت، فانت شفت الطريقة اللي انا بعرض لك بيها المحتوى الدروس بتاعك، استخدمت فيه برنامج اسمه الباوربوينت، فبعرض لك تمام محتوى الدروس بتاعي، تمام. انت ممكن عايز حاجة تعرضها لمجموعة من الناس تستخدم البرنامج، تمام، وديك شفت البرنامج انا بعرض لك، حط صور وحط كلام باشكال وخطوط وتأثيرات، تمام. ممكن كمان تعرض المحتوى بتاعك ان انت تعمل فيديو وتعرضه على الصفحة بتاعتك او على وسائل الاعلام، تمام. ممكن تعرض المحتوى بتاعك في ملصق اعلاني، يعني تعمل زي بوستر كده، تعمل زي بوستر وتقوم تعرض المحتوى اللي انت بتاع البحث بتاعك في بوستر. ما انت هتختار الوسيلة على حسب انت عايز تعرض ايه، تمام. فاحنا هناخد التلات وسائل ونشوف بستخدمهم ازاي اثناء عملية العرض. تعالوا نشوف برنامج الباوربوينت. برنامج الباوربوينت زي اللي انا عاملة بيه الدرس بتاعك ده، هو برنامج من شركة اسمها، شركة عالمية اسمها شركة مايكروسوفت، شركة عالمية طبعا للكمبيوتر، لعرض الأفكار. البرنامج ده اللي هو اسمه الباوربوينت بتعرض بيه أفكار بطريقة ممتعة، تمام، وذلك من خلال شرايح أو صفحات. زي ما انتوا شايفين كده، أنا كل شوية باستخدام الماوس بتنقل من إيه، من صفحة للتانية، كل صفحة والتانية دي اسمها شريحة، تمام، اللي هي إيه، بيبقوا عندي أنا بقى بالشكل ده، بس انا بعرضهم لك في النهايه بالشكل اللي انت شايفه في الصفحه كبيره. فانت بتبدا تحط المحتوى، حط صور، حط كلام زي ما انتوا شايفين كده. يبقى هو وسيله ممتعه، وكمان ممكن تحط فيها تاثير وحركه زي ما انت شايف كده، الكلام بيدخل لوحده لما بمجرد ما انا بضغط على الماوس بتلاقي الكلام يدخل. كمان ممكن تحط ساوند صوت، تمام. يبقى برنامج الباوربوينت ده وسيله ممتعه بتعرض الافكار بتاعتك في من خلال مجموعه من الصفحات اللي بنقول عليها شرايح، تمام، سلايدز بنسميها دي ودي 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 صفحات. في الباوربوينت الصفحات اسمها شرايح، تمام. طيب حيث يمكن كتابة موضوعك بتنسيقات مختلفة، زي ما انا كاتبة مثلا العنوان بخط كبير بلون ده مثلا، والعنوان الرئيسي مثلا بلون مختلف وبخط مختلف، والعناوين الفرعية، وحاطة مثلا شرطة عند كل نقطة انا عايزة اتكلم عليها وهكذا. يبقى بقدر اعرض الموضوع بتنسيقات مختلفه، وممكن كمان اضيف صور زي ما انتم برضو زي ما انتم شايفين كده، انا واخده صوره من البرنامج نفسه وحطها لك. ممكن احط تاثيرات زي الحركه اللي بتتم زي ما بضغط على الماوس، ممكن احط صوت، يعني انا كمان ممكن احط لك صوت، يعني انا ممكن اخلي حد يتكلم مكاني، تمام، فممكن اضيف كمان ساوند او صوت، تمام. يبقى دي اول وسيله من الوسائل اللي ممكن تعرض بيها محتوى عايز تعرضه او تعرض فكره لمجموعه من الاشخاص، فممكن تستخدم برنامج الباوربوينت زي ما انا عرضه لك بيه المحتوى بتاع المنهج بتاعك دلوقتي. يعني انا مثلا دلوقتي لو ضغطت ضغطه هيديني ايه، شريحه تانية، دي اسمها صفحه تانية،
تمام كده. طيب تعالوا نشوف الوسيلة التانية اللي انت ممكن ايه تستخدمها علشان تعرض فكرة او تعرض بحث او تعرض موضوع او تعرض حاجة على مجموعة من الاشخاص. تمام، ممكن بقى انت المحتوى بتاعك تعرضه ايه على مقطع، تعمل له مقطع فيديو. طب عشان انت تعمل مقطع فيديو ايه الحاجات اللي انت محتاجها؟ عايزة لابتوب او تابلت او موبايل، تمام، علشان اسجل عليه الفيديو. وكمان لازم يكون عندك برنامج، البرنامج ده او التطبيق ده يساعدك في ايه، في تسجيل الفيديو. يبقى انا عايز الموبايل وعايز برنامج يساعدني في التسجيل، يبقى عايز الموبايل وبرنامج وابدا عملية التسجيل. تمام، واسجل بقى، اصور، اتكلم، اعرض المحتوى بتاعي، تمام، واصور فيديو. وبعد كده ما اخلص الفيديو ممكن بقى اعرضه باي وسيله، ممكن مثلا ابعته على حسابي، ممكن ابعته للمدرسه بتاعتي تعرضه على اصحابي، ممكن اعرضه في الشغل وهكذا. يبقى الفيديو وسيله لايه؟ لعرض المحتوى اللي انت عايز تعرضه على الاخرين. تمام، تعالوا نشوف اخر وسيله. زي ما انتم شايفين كده البوستر، الوسيله اللي هي اخر وسيله ممكن تعرض بيها الملصقات الاعلانيه، ان انا اعمل ايه؟ بوستر. زي ما انت شايف كده، انا مثلا عايزه اعرض حاجه اسمها اداب النوم. طيب انا مش هعمل لها فيديو ولا هعمل لها باوربوينت، طب ما انا ممكن اعمل لها بوستر واحط فيه صور. زي ما انت شوف كده ايه، كل صوره ممكن ايه تبان هي عايزه ايه من غير ما اكتب، بس انا كمان كاتبه وكاتبه بخطوط مختلفه. تمام، ده بوستر وده مثلا بوستر تاني. تمام، يبقى اي حد ممكن يعرض المحتوى بتاعه في من خلال البوستر. تمام، بس انا امتى ممكن استخدم البوستر؟ لو ما عنديش وسيله مثلا زي موبايل ان انا اعمل فيديو، او لو ما عنديش مثلا برنامج الباوربوينت، او ما عنديش لابتوب اصلا عشان استخدم برنامج الباوربوينت، ممكن استخدم مين؟ البوسترز. تمام، بنكتب فيه المعلومه اللي انت عايز تعرضها على الاخرين. تمام، برضو مش اي معلومه ممكن تعمل لها بوستر، برضو في كل على حسب المعلومة ممكن تشوف ايه نوع الحاجات اللي احنا خدناها دي تفيدك. بجيب لوحة مثلا واكتب عليها المعلومة اللي انا عايز اعرضها بألوان زاهية وخطوط عريضة زي ما انتم شايفين كده، تمام، عشان تبقى ايه تأتراكت، يعني تجذب اللي قدامها. ويمكن استخدام الرسومات زي ما انتم شايفين اهو، انا عاملة رسومات وصور، يعني ممكن ارسم او احط صور والاشكال زي ما انتم شايفين. تمام، يبقى برضو الملصق ده عبارة عن وسيلة لعرض محتوى عايز تقوم بعرضه على الآخرين. يبقى احنا خدنا في الدرس الثامن وسائل ممكن تستخدمها لعرض المحتوى انت تم مثلا البحث عنه وعايز تعرضه على الآخرين، يا تعمل له باور بوينت زي باور بوينت زي اللي انا بعرضه لك ده دلوقتي في الجلسة بتاعتنا، او تعمل له فيديو، او تعمل له ملصق. والثلاث وسائل كل وسيلة منهم بيبقى ليها وقت، يعني ممكن مثلا وسيلة تنفع وسيلة ما تنفعش على حسب الحاجة. طب انا ما عنديش الوسيلتين الاولانيين، ممكن اعمل استخدم الوسيلة الثالثة وهكذا. تمام كده، طيب تعالوا نشوف الأسئلة. يعد الباحثون تقارير رقمية، تقارير رقمية مقصود بيها ايه؟ يعني تقارير عبر الانترنت، مش تقارير مكتوب، يعني مش حاجة مكتوبة كده وهديها لك في ورقة، لا، تقارير رقمية يعني عبر الانترنت لنشر نتائج أبحاثه من خلال عمل فيديوهات. يعني ممكن أعمل فيديو وانشره، صح ولا غلط؟ صح. تمام، يمكن أن تستخدم الملصقات لعرض ما تم التوصل إليه في موضوع بحثك. أنا مثلا حد طالب مني بحث، طب عايز أعرض الموضوعات الحاجات اللي أنا بحثت عنها بملصق. ممكن يعني إيه اللي ممكن ان انت تستخدم الملصقات في ايه؟ في عرض ما تم التوصل اليه. لعرض بحثك باستخدام الباوربوينت لا يمكن اضافه صور وتاثيرات صوتيه، يعني انت مثلا عايز تستخدم الباوربوينت ما ينفعش تحط صوت وتاثير وصوت والكلام ده وصور. طبعا زي ما انت شايف اهو، ده برنامج الباوربوينت وانا حاطه لك صور تاثيرات اللي هي الحركه، تاثيرات اللي هي الحركه اللي بتتم دي، يعني مثلا بمجرد ما اضغط على الضغطه بيتم ايه؟ دي حركه وتاثير. تمام، يبقى طبعا ده غلط، لان برنامج الباوربوينت الاساس فيه ان انت بتكتب وتحط تاثيرات وصوت وصوره وهكذا. طيب لانشاء مقطع فيديو، عشان اعمل فيديو عايز جهاز، والجهاز ده لازم يكون فيه كاميرا وميكروفون، عشان مثلا لو انا مثلا انا هحط الكاميرا وابدا اتكلم، انا مثلا عايز اعمل فيديو بصوتي عشان اعرض اللي انا ايه
اقول اللي انا لقيته، يعني مثلا اللي انا بحثت عنه فعايزه اعرضه في فيديو، فلازم يكون عندي كاميرا وايه وميكروفون. تمام. طيب، الكتابة بخط رفيع على الملصقات الإعلانية تساعد على قراءة المعلومات عن بعد. الكتابة بخط رفيع يعني انت لو جبت ملصق إعلاني، ملصق يعني ايه ملصق؟ يعني بوستر يعني، وكتبت فيه بخط رفيع. انا مثلا لو بعيد هقدر افوش اعرف اشوفه؟ طبعا ايه غلط. إضافة التأثيرات الصوتية للعرض، يعني لما احط صوت بيضيف متعة. يعني مثلا انا عامله لك كرتون، مثلا جزء كرتون كده، او مثلا تجربة وعايزة التجربة دي تشوفها، لو ما حطيت لكش صوت طبعا مش هيبقى فيه، مش هتفهم. فلازم اثناء العرض لازم يكون فيه تأثير صوتي. يحتاج الباحثون الى اجراء مقابلات لجمع معلومات اكتر في بحثهم. طبعا ايه، انا مثلا عايز ابحث عن حاجة، الحاجة دي ممكن اجيب يعني اعرف المعلومة بتاعتها عن طريق ان انا اعمل مقابلة مع شخص واثنين وثلاثة، فممكن اعمل مقابلة مع اكتر من حد عشان اقدر اتأكد من المعلومة، يبقى واقدر احطها في البحث بتاعي، يبقى السؤال صح. تمام. وبكده نكون خلصنا اخر درسين في المنهج اللي هما الدرس السابع والثامن، وإن شاء الله أشوفكم على خير المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.